الاخوت السلام عليكم. هذا وزير الفلاحة الصديقي، والله ما عرفتش علاش كيدور، علاش كيقلب، واش من ميساج بغى يوصل للمغاربة من خلال التصريح اللي دلا به اليوم حول الأسباب الحقيقية ديال ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخصوصا اللحم البقري والغنمي. الوزير محشم راه وقال لك بأن حملة المقاطعة اللي داروها المغاربة قبل شي 3 سنين أو 4 هي اللي كانت حيلة وسبب في هذه الارتفاعات الصاروخية. وأشوفوا معايا يا أخوتي الوزير كيفاش كيفكر، وكيفاش العضو ديال حكومة عزيز أخنوش كيفاش كتبان ليه الحملة ديال المقاطعة اللي قاموا بها المغاربة شحال هذا، واللي كيعتبرها هي السبب فهادشي كله اللي كيعانيو منه المغاربة، بحال اللي بغى يخوفهم ويخلعهم من جديد ويقول لهم هاودني منكم لا تفكروا في شي حملة أخرى ديال المقاطعة إلا قاطعتوا المنتجات ديال الشركات الكبرى في البلاد، بحال داكشي ديال أخنوش وأمثال. غادي تخلصوا بالمتني والمتلت، وغادي تدفعوا الثمن والضريبة غالية قريبا إلا عاودتوا فكرتوا مرة أخرى في مقاطعة المنتجات ديالنا. بلا شك هذا هو الميساج الوحيد اللي بغى يوصلوا السيد الوزير، واللي بغى يحذر فيه المغاربة كيف قلت لكم من أي تفكير مرة أخرى في أي مقاطعة. وخا نطلعوا لكم الأثمنة وننزلوا عليكم بالغلاء خاصكم تشريوا، وما تقاطعوش السلع والمنتوجات، واللي غادي يقاطع المنتجات ديالنا ذنوبو على راسو ويتحمل المسؤولية الكاملة ديالو. نفس الكلام كان سبق قالو شي مسؤول وطني على الجمعية ديال القزارة ديال البلاد قبل أيام قليلة فقط، قال لهم الحملة ديال المقاطعة اللي قاموا بها المغاربة قبل 3 سنين أو 4 هي اللي كان سبب في هذه المعاناة اللي كيعانيو منها الآن، وبسبب المقاطعة اللي قاموا بها وصل الثمن ديال اللحم ل 120 درهم والدجاج ل 35 درهم وغيرها وغيرها. وانا السؤال اللي بغيت نسول الوزير قبل ما ندوز التصريح ديالو هنا، علاش ما ارتفعاتش اسعار المواد الغذائيه مباشره من بعد ما تسالات حمله المقاطعه، وعلاش حتى داز 3 سنين او 4 عطلت الاثمنه العينه الفضاء؟ الجواب ساهل السيد الوزير، الاباطره ديال المحروقات ليسانس والمازوت هما اللي كانوا حيله وسبب الى جانب السماسره والمضاربين. راه بمجرد ما زدتوا في الاثمنه ديال اسعار المحروقات من بعد ما خديتوا الحرب ديال روسيا على اوكرانيا سبه وقنطره، من ذاك النهار بدات العافيه شاعله في المواد الغذائيه وكل شيء ولا غادي وزايد طالع في السماء. وهذا هو السبب الحقيقي، السبب الحقيقي هو الطمع والجشع ديال الاباطره، الناس اللي ما قانعش بداك الشيء اللي عطاه الله، والناس اللي ما كتكتفيش بالارباح اللي كتحقق، الطماعين الكبار ديال هاد البلاد اللي ما قانعينش، اللي ما عندهمش القناعه في القلب وكيفكروا غير في الاثراء السريع والربح وتحقيق المزيد من الملايير، وما كيباليوش نهائيا بالمواطن الدرويش المسحوق، والله ما كيفكروا فيه نهائيا. انسمعوا التصريح ديال الوزير اللي كل غايه مفيده. الوزير كان قدم تصريح كيعاود فيه اش دارت الحكومه ديال باش تحارب الغلاء وتحمي القدره الشرائيه ديال المواطن من بعد التعليمات الساميه اللي صدرها جلاله الملك العزيز اخنوش رئيس الحكومه. خرجوا اوناضو كيديروا الحملات وكيتاخذوا في الاجراءات اللي كان خاصهم يتاخذوها من شحال هذه وقبل ما يتدخل الملك، بحكم انهم مسؤولين وعارفين اش كاين في البلاد. واش هاد الناس كيتسناو حتى كينوض جلاله الملك ويهضر معاهم عاد كينوضوا يتحركوا ويجري؟ علاش اللي ما يقوموش بالواجب ديالهم علما انهم اداوا القسم كلهم جميع امام جلاله الملك باش يقوموا بالواجب ديالهم ويعتنيوا بالاوضاع المعيشيه ديال المواطن؟ ولكن هاد الناس عاطينا غير الناس، ما كيفكروش نهائيا، وحتى كتنوض القربانه في البلاد وكتصدر التعليمات الساميه عاد كينوضوا يتحركوا وعاد كيوليو يفكروا المواطن. هذه من العجائب الغريبة ديال حكومة عزيز أخنوش. نسمعوا التصريح ديال الوزير بلا ما نطور عليكم لكل غاية مفيدة. كاين هذا الشيء كذلك في اللحوم، اللحوم اللي عرفت واحد هاد السلاسل ديالها واحد فقدان التوازن من ماشي غير من جائحة ديال كورونا ولكن من المقاطعة، من الوقت ديال المقاطعة واللي من بعد جات كورونا اللي زادت عليها، ومن بعد فاش جينا يعني هذه السنه الماضيه باش رجعوا لهذا التوازن والتشكيل ديال القطيع، جا واحد الجفاف اللي هو مطول طويل اللي ما عمرش شفناه بحالو، فكانت اشكاليات ديال الغلاء فيما يخص هذا الشيء ديال المدخلات ديال الفلاحيه والاعلاف والتكلفه ديال الانتاج بصفه عامه. وهذا المصايب كله اخوتي ديال الغلاء والاسعار والمواطن اللي تقهر وتطحن، وكيخرج عزيز اخنوش بوجه احمر وبصنطيحته صحيحه وكيقول بان الحكومه ديالو حققت داكشي اللي ما تحققش وما عمرو تحقق في البلاد من نهار خدا المغرب الاستقلال وايه، وكيزيد يقول بان حكومته هي احسن من حكومه العداله والتنميه بألف مره. اسيدي من عندي انا كنقول لكم راكم كلكم بحال بحال، كلكم اولاد عبد الواحد، كلكم مسقيين بمغرفه واحده. هما حزب العداله والتنميه طحنوا المواطن المقهور بالزيادات ووقفوا الدعم
وكثروا من الاقتطاعات وحروا الاسعار وخلوا المواطن مضارب غير مع راسه، وانتوما اهلكتوا المواطن بالغلاء. ومن نهار دخلتوا اول حاجه قمتوا بها هي الزياده في اسعار المحروقات ليسانس والمازوت، وهذا الشيء اللي كان سبب هذه الارتفاعات الصاروخيه كلها في جميع المواد الغذائيه. وسمعوا لي بعدا رئيس الجمعيه ديال القزار اش قال حتى هو بالضبط قبل ايام قليله فقط، ملي حمل المغاربه المسؤوليه ديال الغلاء وقال لهم بان المقاطعه اللي قمتوا بها هي اللي كانت سببكم وهي اللي خلاتكم تقاصيو وتعانيو مع الغلاء ديال المواد الغذائيه. ونسمعوه حتى هو. راه قليله في البلاد وسبب السلعه قليله في البلاد، شنو هو السبب ديالها؟ وهو ذاك المشكل ديال المقاطعه ديال الحليب اللي كانت وقعت هو السبب ديال المشكل. ودابا هو داز تقريبا زي ربع سنين احنا دابا تنخلصوا. شي نهار وقعت المقاطعه ديال الحليب لان الناس دوك الناس الكسابه مسكن اللي كيزودوا البلاد باللحم ولا بالحليب كانوا كيعيشوا من هذوك. كاين مولا تنقولوا عنده 3 البقرات ولا 4 البقرات حتى مولا 10 مولا 15 قد ما كثر الشيء في البلاد كيعيش به، ولكن ملي جا المشكل ديال المقاطعه تحبس لان داك السيد ما بقاش كي هذاك المنتوج ديالو الحليبي ما بقاش كيمن كيقبلوا منه. اش كيدير؟ ولا مسكين كيصرف هذيك الايامات عيا من الصرف، اش دار؟ ولا كيدي هذوك البقرات كيديهم السوق يبيعهم، كتمشي للجنوي للذبيحه. بقينا غاديين 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 تما داك الشيء، حنا كنتمو جايين بحال كما كنقولوا البوردونيه جايه وكتجمع المشاكل كتجمع. حتى وصلنا الان راه تقريبا ما يفوق 60% ديال القطيع اللي كان في المغرب راه كلهم مشى في حالاتهم، رغم ان هاد لاكريز اللي كاينه ما كاينش، الناس ما بقاش تعطات لان هو البوفر داشا ما كاينش. اللي كنقول لك الان دابا صبحنا الذبيحه راه نقصت تقريبا ما يفوق في المغرب بشي 50% باش نقصات. ودابا حاليا راه وصل اللحم بالبطوار راه كاينه 85 درهم حتى 90، اما الغلمي حديته ولا حرج. الغلمي راه كاينه بعض المدن تبعت ب 90 100 درهم، وكاين عندنا البطوار كاينه وصلت ل 90 درهم، وباقي العيد الكبير ما كاينش. هذه الخروفه، خلي عليك الخروف. الحوانت راه الحوانت اغلبيه الحوانت هو مساكن دران تيسدوا لانه عنده المصاريف كثيره. هو قاعد يمشي يجيبو من بطوار ب 85 درهم و 90 درهم، شحال غادي يبيعوا للمواطن؟ هو غادي يبقى يقرط في صباعو، شحال يبيعوا للمواطن؟ شحال غادي يخلص داك فينا هما الخدام؟ فينا هو الضو؟ فينا هو بزاف د الحوايج؟ دابا وسيرتو دابا الان ولات لا بروسيدور ديال لونسا خاص تكون لا فيتري لا نهار كامل خدامه بالضو. نهار كامل راه الحانوت العيان كتجي 2000 درهم 2500 درهم. هاد السيد شحال غادي يصور؟ والحانوت المخيره دابا شحال ما كدير؟ ما كتقبضش 2000 درهم باغ جو. وفين؟ حاليا دابا انا كنقول لك غادي نبداو نفوتوا 110 و120 درهم في رمضان على هاد الحساب هذا. راه الان كتقام السلعه هنا في المغرب بريتش راه كتقام تقريبا جايه ل 90 درهم و85 درهم. هاد الشيء نقول لك دابا خلي عليك الشهر رمضان. واش حنا كنا في شهر رمضان وكانت السلعه موجوده وكان كتزاد 15 درهم 20 درهم في هذيك لابيريود ديال 10 ايام الاولى حيت كيكون عليها الاقبال، ما بالك هذا العام اش غادي نقولوا؟ درنا مراسلات، راسلنا السيد الوزير على هذه القضيه، على الاقل نتحركوا باش نصويو الموقف بعدها. قلنا لهم اسيدي يمكن لكم تعطيونا السلعه ديال اللي غتكون ديريكتمون الذبح. بقينا كان تقريبا هذه عامين وحنا تنضاربوا على هذه القضيه، ولكن من وصلت المرحله هما قال لك اسيدي عطاونا راكور ديال بعض الدول اللي غناخذوا منها وغناخذوا من عندهم السلعه القابله للذبح وهي ما فوق 550 كيلو. ولكن اتضحت الامور ثاني رجعت راه صالحه واقيلا هودت حتى 400 كيلو، من فوق 400 كيلو جات غادي تكون ديريكت للذبيحه. ولكن هذا المشكل فين ولا؟ واخا داروا الاعفاء ديال ديال الجمارك راه بقى 3%، والرطبيه راه كدير 20% 20% الا ما تحيداتش هي ما دارتش والو، راه باقي هي الامور هي. ويمكن لينا نصرحوا واحد الباب تا هو تاع الاغنام الدخل،
الاغنام تاهي راه ما كايناش عندنا في البلاد، الاقل تاهي نحركوها، وبالاخص الخروفه كما كنقولوا نعجه الدخل واحد دابا شتا الحمد لله راه كاينه هذا العام، كاين لافاتوراج الدخل نعوضوا بها، وانه ما يبقاش هاد الحكر على الحكر ما يبقاش عندنا، لان ملي كيكون شي ازمه راه كنقولها ملي كيكون ازمات في العالم كاملين راه كتحرك الدوله بكل بجميع الادوات. كان معكم محمد البودالي في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخنة. كنتمناكم إخواني دعموا هذا المحتوى الهادف باللايك والبارطاج والتعليق حتى هو. كنقول لكم اللايك يعني الإعجاب، أنا اللي أعرف علاش أسيدي باش اليوتيوب يعرف بأن هذا الفيديو عليه الطلب بزاف والناس باغية تستافد من هذا المحتوى، وإذا كيخلي الفيديو هاد ديالنا توصل للمزيد من الناس، والتعليق كينشط القناة ويخلي النقاش حول بحال هذه القضايا يتوسع اكثر حول مثل هذه الملفات اللي كنناقشوا في القناه ديالنا. اما البارطاج فكيعني المشاركه، فهذا كيعني انكم ايها المواطن ايتها المواطنه ايها المشاهد ايتها المشاهده كتساهموا معنا من جهتكم في نشر هذا المحتوى الهام وتوصيل الرساله الى من يهمهم الامر. اذا كنت انا صانع محتوى انتم هما المعنيين به والامر كيرجع ليكم، ودوركم في المشاركه مهم بزاف، اللايك والتعليق والبارطاج مهمين بزاف لصناع المحتوى الهادف. تحياتي العطيره لكم جميعا، والى قضيه اخرى باذن المولى عز وجل.